الجولة برعاية كلير شامبو. كلير شامبو نهاية القشرة. الجولة. مساكم الله بالخير مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي الجولة برعاية كلير شامبو للرجال. ورحب فيكم أنا ثامر الحميد في تقديم الحلقة من الإعداد الزملاء عبدالله المحضار وعثمان الصولي. ومثل ما عودناكم في برنامج الجولة نذكركم بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا اليوم وكل يوم على أرقام النصية التالية STC 8 3 4 8 STC 8 4 4 4 8، موبايلي 630 590، موبايلي 630 590، زين 732 22 22. مرة ثانية STC 8 4 4 4 8، موبايلي 630 590، زين 732 22 22. واحد من المعدين عندنا هنا اليوم عنده إصابة، لعب كورة، هو ما لف مو ما لف الكورة لا في الكورة بس بعض هنا واحد يلعب الساعة 11 بالليل أكيد راح تجي إصابة. عموما اليوم في برنامج الجولة راح نتحدث عن مباريات الجولة 17 من دوري عبد اللطيف جميل. رئيس نادي الفيصلي المدلج ونادي الهلال على خلفية طلب نادي الهلال للحارس منصور النجعي، مدرب الاتحاد الجديد، لجنة الاحتراف، كل هذا في برنامج الجولة اليوم. كشفت لجنة الحكام الرئيسية أسماء حكام مباريات الجولة 17 من دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين والتي ستقام يومي الخميس والجمعة القادمة، وجاءت التكاليف على النحو التالي: الخميس يوم الخميس مباراة نجران مع الشعلة راح تكون الساعة 3:25 عصرا، يقودها الحكم الدولي تركي الخضير. الاتفاق والتعاون في 8:00 مساء يقودها الحكم محمد القرني. الاتحاد والهلال قمة الجولة 17 في 8:10 يقودها الحكم الدولي عبد الرحمن العمري، حطوا تحتها 10 خطوط مو بخط واحد. يوم الجمعة مباراة النصر مع الرائد في 3:25 عصرا يقودها الحكم الدولي عبد الرحمن الأحمري. الفتح مع الشباب أيضا عصرا في نفس التوقيت يقودها الحكم الدولي عبد الرحمن الشهري. والفيصلي مع العروبة في نفس التوقيت عصرا أيضا الحكم الدولي عبد الرحمن المالكي. الأهلي مع النهضة يقودها الحكم محمد أنحيت. قائمة هدفي دوري عبد اللطيف جميل بعد نهاية الجولة 16 يتصدر الترتيب تياغو نيفز العلامة الفارقة في جانب الدوري السعودي هذا الموسم ب 12 هدف مهاجم الهلال، وناصر الشمراني في المركز الثاني بنفس الرصيد من الأهداف 12 هدف، وفي المركز الثالث مختار فلاتة ب 11 هدف مهاجم الاتحاد، وسانتوس مهاجم النجران ب 10 أهداف، وإيفولو مهاجم التعاون ب9 أهداف. دائما إذا تحدثنا عن مباريات نتحدث عن الحضور الجماهيري، الحضور الجماهيري دائم هو الهدف بالنسبة للدوري، جمالية الدوري السعودي، وفي أي مكان مو بس الدوري السعودي، في أي مكان في أي دولة في العالم تهتم بلعبة كرة القدم المهم عندها طبعا الحضور الجماهيري. الحضور الجماهيري هذا هو اللي نرغب فيه، ودائما نتكلم عن أن يكون في خدمات في الملعب أكثر على أساس أن يكون في ترغيب للجمهور بالحضور. حتى تعامل الأمن عند البوابات مع التفتيش وغيرها مع الجمهور نتمنى أنها تكون بالشكل اللائق. ليش لا تنفرون الجمهور من حضور مباريات؟ يكفي أن في كثير من الملاعب عندنا في المملكة أن تحتاج لإعادة تهيئة أو إعادة أنك تهدمها وترجع تبنيها من أول وجديد. ما يكفينا أنك مجرد أنك تضربها بوية بس، لا،
أو تحط لها مقاعد ها نص ونص, شوي تحس أنها بتنكسر وشوي لا. فلا نبي شيء محترم نقدر إحنا نقعد عليه, الجمهور ترغبهم بحضور مباريات كرة القدم, لأنه بصراحة الجمهور هو ملح كرة القدم أساس الـ يعني الـ تشوف حتى اللي يشوفون المباريات من خلف الشاشة يستمتعون حتى بالأهزيج الجماهيرية وصرخات الجماهير وآهات الجمهور. طبعا هذا شيء حلو لكل من تابع المباراة سواء في الملعب أو حتى الفريقين أو خلف الشاشات. الجولة الماضية أعلى حضور جماهيري كانت مباراة النهضة والنصر, حضرها 10,636. مباراة الفيصلي مع الهلال حضرها 7,519 في المركز الثاني. من حيث الحضور الجماهيري في المركز الثالث كانت مباراة العروبة والأهلي ب 3,865. الفتح والاتحاد في المركز الرابع ب 3,198. هذا بالنسبة للحضور الجماهيري. بتكلم على موضوع يمكن انطرح كثير في بعد مباراة الفيصلي والهلال, وخلينا نقول الهلال والفيصلي, اللي هو التذمر اللي كان عليه رئيس نادي الفيصلي من الخطاب المقدم من إدارة نادي الهلال بطلب اللاعب منصور النجعي. التصريحات كانت كثيرة, منها تصريح فهد المدلج ويقول ان ما في, تعتبر يعني معنى كلام ان ما في احترافية من إدارة نادي الهلال, وكان في تصريحات ايضا من الحميداني نائب رئيس نادي الهلال, وقبلها كان في تصريح لمدير مركز اعلامي في نادي الهلال عبد الكريم الجاسر. هذه كلها التصريحات انا ما علي منها, ما راح ادخل فيها بشكل كبير ومفصل, بس انا بتكلم على موضوع الزملاء الاعلاميين الصحفيين. في نوعين الان اصبح من الزملاء الاعلاميين الصحفيين بصراحه, يعني في منهم لا يحترم المهنه ولا يحترم زميل للمهنة مهما كان, خلاص أكبر همه الانتماءات, أنا أنتمي لأي نادي على ضوءها أعرف أتعامل مع أي زميل لي في المهنة, خلاص انتهى الموضوع. يعني دايم من زمان يعني تشوف أي صحفي يحب مهنته ويحترم زميل المهنة بغض النظر عن الانتماءات والألوان أو أيا كان ينتمي لأي مدرج. الآن لا, ما في احترام لزملاء المهنة. هذه هي يعني خلاص لا عد في مبدأ ولا عد في احترام زملاء, بس خلاص أنا ودي أقول يلا جمهور نادي وش بيقولون بمشي معه. وفي النوع الثاني أنه يختار, يعني متصيد تلاقيه يختار مواضيع تجي على مزاجه وفي مواضيع ما تجي على مزاجه. أنا بربط المواضيع في هذه في إيش, في موضوع نادي الهلال ونادي الفيصلي. أنا بسأل سؤال واحد, إدارة نادي الهلال أرسلت خطاب تطلب اللاعب قبل المباراة بكم, بثلاث أيام مثلا, ثلاث أيام ممتاز. رئيس نادي الفيصلي إذا فعلا أنت همك على ناديك وعلى اللاعب, إذا أنت ما عجبك الخطاب ولا عجبتك الطريقة اللي إدارة نادي الهلال طلبت فيها اللاعب, كان من المفترض أول ما يصلك الخطاب تقول وجهة نظرك فيه, سواء كانت إيجابية أو كانت سلبية تقول وجهة نظرك فيه. صار الطريقة اللي كان فيها إدارة نادي الهلال في طلب اللاعب غير احترافية, موقع على الخطاب الحميداني, موقع عليه رئيس النادي الأمير عبد الرحمن بن سعد, أيا كانت وجهة نظرك في الموضوع نقولها أول ما يجيك. لكن كون أني أنتظر إلى ما بعد مباراتي مع الهلال وأشوف إذا كان الفريق بيفوز أو بيتعادل أباخذ المواضيع بشكل احترافي وبثني على خطاب الهلال, وإذا انهزمت من الهلال لا أنا وقتها أبدخل في الذمم وقعد أشكك فيها. هل هذا منطق؟ هل هذا منطق؟ وهل هذه مصلحة نادي الفيصلي؟ شيء غريب يعني. نروح للزملاء الصحفيين, يعني شوف الصحفيين يعني شوف تغريداتهم في تويتر وتعاطيهم مع الموضوع, لا لا يمكن, وهذه الهالة يعني الهلالية الإعلامية اللي تم حشدها, وهذه لا يمثل إدارة نادي الهلال السابقة وإدارة نادي الهلال الحالية, ما ديش عندهم من مشاكل, والطريقة هذه طريقة ما فيها من الاحترافية ولا فيها من الأخلاق. يا جماعة هذا كله عشان ميول, أنا ترى ما علي يعني هلال ولا نصر ولا اتحاد ولا أهلي أيا كان, بس هي أشياء تستفز الواحد. يعني في أشياء كثيرة صارت عندنا في الرياضة, أنا ما أهم يعني أهم شيء عندي الاحتراف. هل الاحتراف يكفل لنادي الهلال طلب اللاعب في هذا الوقت ولا لا يكفل له؟ بس هذا هو الموضوع. أما غيرها بدخل عاد على العواطف وادخل على مشاعر الجمهور ولا يعني. طيب ميثاق الشرف اللي كان مع رؤساء الأندية هل أحد أخذ فيه؟ ما أحد أخذ فيه, لأن عندك نظام وعندك أنظمة احتراف,
انت دام انك انت ماشي على انظمه الاحتراف وفي في نفس التواقيت ملتزم انتهى الموضوع. اما انك انت بتقعد تقول لي ميثاق شرف وترجع تقول لي طيب انت يا نفس الصحفيين اللي كتبوا في موضوع الهلال وجردوا الهلاليين واداره نادي الهلال من مهنيتهم او حتى احترافيتهم في التعامل مع الفيصلي. شفنا النادي الاهلي طلب اللاعب الكويتي بدر المطوع وتدخل واحد من إدارة أخرى من أحد الأندية وطلب اللاعب بعدم التوقيع مع النادي الأهلي لأنه هو قد مثل نادي في فترة سابقة. ما شفنا نفس الإعلاميين ونفس الصحفيين يكتبون بنفس الجهد يعني, أو أنهم قالوا عيب يعني ما يصير هذا ما هو بالاحتراف وأنكم تسيئون لتاريخ هذا النادي العظيم. ما شفناها. شفنا إدارات سابقة قديمة خطفوا لاعب من مدينة المدينة بطيارة, ما شفنا أيضا قالوا أنه هذا عيب وما يصير بس سبحان الله يعني كله تحت الانتماءات ماشي كله يمشي عندهم. نذكر مرة ثانية برقم التواصل STC 8-348 موبايلي 630-590 زين 73-22-22. إدارة نادي الاتحاد تتعاقد مع الأرجواني إخوان لمدة 18 شهر وسيصل المدرب برفقة مساعديه إلى جدة يوم الجمعة المقبل وسيقود الفريق فنيا في لقاء التعاون في دوري جميل للمحترفين. وللأمان الصحفية صحيفة عكاظ أول من كتبت عن هذا المدرب والتعاقد معه. شكرا للزملاء في صحيفة عكاظ. أنا أشوف بعض الأصوات اللي تطلع أن لا الاتحاد عليه ديون من المفترض أنه ما يسجل المدرب. إيش دخل المدرب يعني؟ إذا في أنا عندي عضو شرف أو جاني مبلغ من أي جهة تخص نادي الاتحاد هل مجبور أني أدفعها في هذا المكان أو في الديون؟ صحيح أن الاتحاد عليه ديون ومن المفترض أن تسدد, لكن خلاص أوقف مصالح النادي؟ ما أوقع مع أي مدرب؟ ما أشتري شيء؟ ما أجيب أي حاجة في النادي؟ ما لي دخل؟ هذا موضوع يا جماعة لا تخلطون. من حق نادي الاتحاد أن يسجل مدرب ويوقع مع مدرب, ما لها دخل في موضوع الالتزامات المالية أو الديون اللي موجودة عن الاتحاد. هذه ديون كبيرة ومن المفترض أن لها جدولة ولها مواضيع ثانية أنتم عارفينها وتكلمنا عليها في وقت سابق, لكن هذا ما يمنع أو يكون في ترابط بينه وبين موضوع تعاقد نادي الاتحاد مع المدرب. نطلع الفاصل ونرجع مرة ثانية في برنامج الجولة. الجولة برعاية كلير شامبو نهاية القشرة. الجولة رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج الجولة. بصراحة في بعض الرسائل اللي تجيني يعني عاد لا تلوموني إذا ابتسمت, في بعض الرسائل وعبد الله ما شاء الله ماشي على الخط. عموما أكد نادي الاتفاق السعودي في بيان له أن اللاعب إبراهيم هزازي لا علاقة له بما نسب إليه عقب مباراة الفريق مع الشعلة في دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين.
وكان رئيس الشعلة قد ذكر أن إبراهيم هزازي بصق على أحد أطفال جمعية إنسان المختصين بجمع الكرات، تعرفونهم اللي يكونون عند المضمار. وقال الاتفاق في بيانه أن إدارة النادي تحققت من هذه الواقعة من مصادر عدة، وتأكد لها أن اللاعب ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بالواقعة، وعليه فقد أكدت الإدارة الاتفاقية أن كل ما نسب لإبراهيم هزازي لا أساس له من الصحة على الإطلاق. وقدمت إدارة الاتفاق في بيانها لجمعية إنسان الخيرية التي قدمت اعتذارا للاعب على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واستطرد البيان قائلا أنه يضع يده في يد الجمعية ضد من يحاول استغلال اسمها كما حدث في هذه الواقعة. خضر، ناخذ اتصال، تفضل يا خضر. مساء النور. كيفك سامر؟ حياك الله يا خضر. حبيت تتكلم والله بخصوص الموضوع اللي تكلمت فيه، الإعلاميين اللي يظهرون حياد ما شاء الله مع أندية وأندية لا. سبقتني في موضوع أنه في ناس ما شاء الله في موضوع خطف كالون وما كالون. أنا ما ودي أذكر اسم، بس في صحفي مشهور يعني ما يحتاج يطلع مع وليد الفراج دائم مدير الصحيفة. يعني خلاص إن جبت اسم اللاعب وجبت اسم وليد الفراج وجبت الصحيفة وش باقي؟ الكيري لا حقيقة. بس ما له دخل. بس شوف انا بقول لك، انا احترم الفراج، انا ما والله بدر والبكيري والبكيري خالد. لا على اساس ان تدري ليش يعني، حتى انا في 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 كثير من الحالات اللي انا مثلت فيها في الموضوع انا ما كنت اقصد كالون عموما، يعني اقصد لاعبين ثانيين. انا كنت اقصد، بس انا انسان اشوف في تويتر عكس اللي اشوفه في التلفزيون بصراحه، يعني ما شاء الله تبارك الله في التلفزيون ملاك هو غيره، ترى هو عبد العزيز المريس وناس كثير منهم وعبد الكريم الزامل يطلعون في التلفزيون. تقصد البكيري يعني؟ اي نعم. لا يا رجل البكيري فرق شاغل. انت شوف انا بقول لك شيء، انا ما ودي اصادر رايك ولا ودي اقاطعك كل شيء، بس انا اساس ان لا توصل معلومات او ان مثلا تتمرر بعض الاشياء على الهواء والناس يفهمونها بشكل خاطئ. محمد البكيري اكيد ابعد مما يكون، يعني رجل تعمق في الصحافه ومخضرم في الصحافه، فما بدا ان احنا نمثل باي احد ثاني. انا ما اختلفنا معك، حتى لو اختلفنا معه في الراي في بعض الاحيان. يا سلام، بس انا اللي اقصده انه شخص مثل محمد البكيري يملك صحيفه الان ما شاء الله يعني لها قرب كثير. انا اللي اشوفه كاتب انه سامي الجابر فاوض معاذ، سامي الجابر فاوض كريري. طيب انت الان رئيس نادي الشباب طلع ونسى الكلام، وحسن معاذ طلع ونسى الكلام، سعود كريري هم كانوا في إدارة الاتحاد، ما يعني أنا بكيري ما شفت ولا تغريدة أثناء ما كان سعود كريري في الاتحاد إنه سامي الجابر فاوضه. كل الكلام إنه كريري بيروح كريري بيروح، لما طلعت سالفة الفيصلي ورئيس الفيصلي على طول محمد البكيري غرد وقال إنه هذه المهنية إنه سامي فاوض. أبوي أنا كنت قبل يعني، وبس إنك كنت تستنى أي كلمة أو أي شيء عن موضوع يخص الهلال وطلعت أتكلم، أنا هذا اللي أتكلم فيه. نفس الشيء للمراسل أو غيره يعني. أنا البكيري يمكن أنت تقول إن إنسان محايد وأكبر من كذا، لكن برضو يعني لا أنا أقول بغض النظر، هي بس هذه وجهات نظر، بس أنا أقولك يعني يعني أبعد ما يكون عن بعض الصحفيين الآخرين اللي أكيد الواحد يجيب أسماءهم، يعني يمكن ما يعرف من اسم الصحافة ولا الإعلام إلا مجرد إن الاسم مكتوب تحت اسمه فقط. يعني أنا عارف بالمراسل وغيره. لا تبي توهقني. طيب يلا طيب بدون اسماء، أرجع أقولك بدون اسماء. طيب. محمد البكيري يختلف عنهم أكيد، رجل رئيس تحرير وله مكانه فقط. طيب أنا عندي استفسار بخصوص نسمع خبر كسار جبريل، ما أدري هي صحيحة أو لا، إذا كان عندك خبر عن الموضوع ذا. طيب بتكلم عن الموضوع هذا. موضوع إبراهيم هزازي أنا أقول صراحة يعني أنا كإبراهيم كلعب أنا صح مع إبراهيم، لكن كم أخلاق هتكلم في الملعب يعني برا الملعب الله يستر عليه، لكن صراحة بس الموقف الأخير الموقف الأخير صراحة أنا مع إبراهيم هزازي بكل صراحة، يعني مهما كان ممكن الإنسان يخطي إنه خلاص. لا بس تعرف إيش المشكلة الآن؟ تراكمات يعني اللي يصير مع إبراهيم هزازي. إبراهيم هزازي يعني لو صار الموقف هذا مع لاعب ثاني كان تمشي الامور عادي ويصير فيه توضيح وانتهى الموضوع، لكن مع لاعب الاتحاد اللي في مباراه اي، لكن المشكله ان ابراهيم هزازي يعني عنده مشاكل كبيره سابقه، فالان خلاص اي احد الناس يشكون فيه على طول. بس ثامر مو انه خذوه فغلوه، يعني الادمي طلع رئيس الجمعيه وبرا اللاعب، ومع ذلك باقي للان في ناس سب وقاعده تشتم في الرجال. يعني انا والله هلالي وانا اللي، لكن صراحه الحق صراحه ان ابراهيم انظلم بالقضيه هذه يعني. يعطيك العافية، أتمنى بالله تعطيني تفاصيل إذا في توقيع أو أبشر 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 بنجيب تفاصيلها إن شاء الله. شكرا لك. يعطيك العافية. نذكر بأرقام التواصل STC8 3 4 8 موبايلي 630 590 زين 7 3 22 22. في معنى مداخلة، فهد تفضل يا فهد. ألو.
حياك الله فهد. الله يحييك حالك. تفضل بخير الله يسلمك. كنت بتكلم بس على موضوع اللي هو المدرب تبع الاتحاد وجابتهم لمدرب جديد. مع انه انا شايف انه في الفترة دي ما بيجي لا يجيب يعني خلاص يكفي يا جمجوم انت والإدارة اللي عندك انك كمان تسوي اختراعات جديدة. يعني المفترض انه ما يتدخل في موضوع المدرب لين ما تجي الإدارة الجديدة. بس الفريق وش ذنبه يا فهد؟ ما اختلفنا ايش ذنبه اصلا. قد ايه باقي؟ انت بتتكلم عن دوري؟ ما في دوري طول. لا بس انت الان بتدخل في جدليه، او خلينا ندخل في 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 مشكله وقت. خليك من الجدليه، بتكلم على مشكله توقيت. يعني ما تدري وش الايام، يعني الجمعيه العموميه الغير عاديه والاجتماع والرئيس اللي بيجي ومن ترشح، ولا الان ما ترشح احد واخر فتره الى بكره، وكل الامور هذه الفريق ما له ذنب. على الاقل يكون في مدرب له خطة، له كاريزما كذا موجود، يقدر انه على الاقل يعني تتحسن نتائج الفريق. طيب سوي تعاقد على قد الفترة اللي انت جالس تعترف ليه؟ لان اول شيء ما انت عارف قد ايه قيمة الصفقة اللي سواها. ثاني شيء هل احتياجات النادي للمدرب دي في الفترة دي؟ ثالث شيء الفلوس ومقدمات العقود اللي حتدفعها انت. يعني الفريق اولى فيها، تسديد ديونه، راتب اللعيبة، انت حتجيب مدرب. واصلا البيئة اللي موجودة في الملعب ما هي اصلا، او في النادي ما هي بيئة انه تقدر تجيبها وتحقق فيها بطولات. تتكلم انك استغنيت عن كل اللعيبه الكبار، انك استغنيت وما استفدت منهم. يعني طلعت إيه بس فهد اللي ودي اوصل لك اياه، المشاكل اللي راحت هذه كلها اشبعناها طرحا وتكلمنا فيها بشكل كبير، صح ولا لا؟ وهذه مشاكل وقعت فيها اداره نادي الاتحاد، سواء عادل جمجوم او حتى المستقيل محمد فايز، ما اختلفنا. بس انا اللي اقصد الان، انت عارف في بعض المدربين يجي ممكن ينتشل لك الفريق، يخرج اللاعبين ال11 لاعب او 18 لاعب، يطلعهم من الاجواء الاداريه المحبطه. يعني ممكن يكون عندهم بدعه اداريه. انت مشكلتك ما هي اداريه بس، انت مالية. مشكلتك ماليه. انت تتكلم عن لعيبه يمكن ما هم لاقين يدفعوا ايجار بيوتهم، خاصه اللعيبه الجيل اللي طلعوه واستغنى عن الجيل اللي هو القديم. الناس دول بتاخذ مكافآت، رواتب ما في، إعانات من نادي ما في. فأنت أصلا ما هي مشكلتك مدرب، ولا مشكلتك إنه إدارية، أنت في الأساس مشكلتك مالية. أنا الحين في الفترة اللي قاعدة أضحي فيها وأطلع فرنسا على حساب النادي، أكيد على حساب النادي طبعا، مو هو على حساب الشخصي، ولف العالم ودور مدربين وسوي تعاقدات، أحاول إنه أقفل الموضوع اللي هو الراعي تبعي، أحاول أجدول الديون تبعي. يعني غير كده انه اصلا الصفقه حتى ما حد اعلن عنها، يعني بعد ما التعاقد ما احنا عارفين قد ايه تعاقدت معاه، ورطت النادي كمان بديون جديده غير كده 18 شهر. طب ليه ما جبت سنه؟ ليه ما جبت 6 شهور؟ وبعدها مو انت عارف ايش المشكله يا فهد؟ انا معك، انت على الورق كلامك هذا صحيح 100%، بس المشكله انه هو تصطدم برغبه المدربين. يعني في المدرب يجي يعني مثل مدرب المنتخب، وش اسمه مدرب المنتخب؟ نسيت. لوبيز مدرب الاسباني هذا، نسيته لفتره المنتخب ما لعب. عموما مدرب المنتخب هذا كان هو مشرف على القطاعات السنيه، مشرف فني، طيب او خلينا نقول مستشار. اللي صار لما جابوه مدرب طوارئ للمنتخب الاول وقالوا له بس نبغاك تعدي اول مباريتين في التصفيات الاسيويه، نجح وفاز مع المنتخب، طلب منهم توقيع عقد كبير لمده سنتين او ثلاث سنوات، قالوا له طيب نوقع معك يعني بس على الاقل سنه او بس الى نهايه التصفيات، رفض. قال لهم يا اني بخليكم وبمشي، يا انكم توقعوا معي. فبعض احيان ادارات الانديه، شوف انا ضد اداره نادي الاتحاد وما تفعله في النادي الان، لكن الواحد يقول الحق واللي يشوفه. واضح فهد؟ اي واضح واضح معك. وبالنسبه على موضوع الهلال، موضوع العرض للحارس، طبعا شو اسمه ربي رئيس النادي تكلم انه اخذ الفاكس وحطه في الدوتش، وما تكلم نهائيا لا مع اللاعب ولا مع الفريق والاداره ولا اعلن. طيب انا سؤالي، كيف وصل الخبر للجرايد وللصحف وللتلفزيون والاذاعه؟ ما في احد في البلد ما عرف انه حينتقل الحارس ذا او رغبه نادي الهلال. تفضل. صحيح لا كلامك صح. فهذه كمان شغله ثانيه، يعني واحد برضو يفكر فيها. طيب اوكي، احنا مقتنعين بالنوايا تبع نادي الهلال وكل حاجه، بس انه الراجل بيقول لك انا اخذت الفاكس من الفاكس وحطيته في الدرج وما اعلنت على الخبر نهائيا، ويصادف في نفس اليوم انه الخبر في كل مكان نازل. طيب برضو هذه واحده من الاشياء اللي تخلي الواحد يفكر انه مين اعلن الخبر، وهل انت قصدك يعني انت تبي تقول انه الهلال هو من اعلن الخبر؟ اكيد اكيد طبعا انه هو 200%. اي طيب بس السؤال سرب الخبر. طيب ممتاز. طيب حلو، احنا دائما نقول انه لازم نكون واضحين وشفافين، صح ولا لا يا فهد؟ اكيد ممتاز. انا بسال، هل هو عيب؟ لا اكيد مو عيب. هل هو خطا قانوني؟
والتفاوض في الأشياء دي وفي القنوات الرسمية صح ولا لا؟ والقنوات الرسمية هم كانوا جالسين بس أنا هذا اللي بوصل لك إياه. يعني إذا رئيس نادي الفيصلي حطه في المكتب ولا حطه في الدرج ولا قطع ورماه هذا شيء يرجع له، هو رئيس النادي هو متصرف هذا الموضوع. لكن أنا أتكلم على الهلال أو إذا طلع الخبر سواء من الهلال أو من الفيصلي، لا هو عيب ولا في خطأ قانوني وفي وسط وداخل الفترة، فليش احنا ندور من اللي طلع وانه كأنه سر المفروض انه ما يطلع؟ انا بعلق بس على موضوع اللي هو على نفس الموضوع، انه في شيء استغربت انه هو يمكن انه مثلا انه افصح لاحد بالخطاب وشوية لقي الخطاب، ما هذا خروج من المشكلة يا فهد. اي مع انه من حقه حاجة واحدة، شوف هو ما له حق في اي شيء من الكلام اللي قاله ولا بنفس الطريقة، حتى لو كان اصلا انت يعني قاعد تفكر انه الحارس استغني عنه او ما استغني عنه، انه في تفاوض بكسب النادي، ابغى النادي مثلا ياخذ، يعني دائما في موضوع البزنس وهذه المشكله الاساسيه وكل رؤساء الانديه انه بيجيبوا اشخاص ما لهم علاقه في البزنس، عشان كذا النوادي مليانه بالديون ومديون وبنلاقي اشياء كثير. يعني نفسي اعرف على اي اساس بيتخذوا رؤساء انديه، على اي اساس الناس دولة، يعني كل واحد بيجي ويقول لك انا حسوي واعمل ومعايا خطة لمدة 5 سنوات 4 سنوات اللي حيجلسها، في الأخير ما في ضمان، ما في ضمان يا فهد، كلامك صح، كل على كل كلام تنظير. قال زي الله يذكره بالخير أستاذ محمد الفايز، ورط النادي ما في من يحاسبه وما في حس الأخير مين يقول له تعالي عندي أنت الملايين دي صرفتها كيف، وقعت أفضل إجابة الناس أو باعت الناس أو بالاختراعات الجديدة اللي سويتها في النادي، على أي أساس من حيسدد؟ فالأخير النادي مسكين هو اللي يسدد. أنا تقريبا لي الحين عمري 38 سنة، والله 30 سنة عمري في حياتي 30 سنة دي، يعني ما شفت الاتحاد بالشكل ده ولا عمره إنه صحيح. النادي أحد تكلم عليه أو رمات كلمة، أو معروف الاتحاد الهلال والاتحاد وبعدهم يجوا الشباب والأهلي وغيره ما بتكلم إكس من النوادي، بس دائما لجل الاتحاد يا الأول طيب. يا الثاني. يعطيك العافية فهد، الله يعطيك وشكرا حبيبي على المداخرة. بس أنا كل الأشياء اللي قاعد أفكر فيها في الفترة دي إنه هذه اللجنة اللي جاي تسوي تفتيش حقتها، هل حيستمروا 60 يوم زي ما قالوا أو شهر؟ والشيء الثاني عاد هل ترجع للأمير الأمير نواف هو جاوب عليها، يعني لأن كم يعني فترة يكون فيه تمديد؟ ايوه يبغى تغرد عشان نعرف الاجابه، انا تغريدات يعني شكرا بس تعودنا على النفي. يعطيك العافيه، شكرا شكرا يا فهد. نذكر بارقام التواصل STC 8348 موبايلي 630 590 زين 732 22. انا مجلس اداره نادي الاتحاد برئاسه المحامي عادل جمجوم، الاتفاق مع مدرب الاورجواياني خوان فريسري لا ما ادري اسمه صح كذا ولا، الاشراف على تدريب الفريق الاول لكره القدم لمده 18 شهر، وتم الاتفاق بعد مفاوضات احتضنتها العاصمه الفرنسيه باريس على مدار اليومين الماضيين بحضور عضواء مجلس الاداره المهندس سمير باجنيد وشادي زاهد والمدرب الوطني حسن خليفه، وشهدت مفاضله بين عدد من الملفات المدربين حتى تم اختيار المدرب خوان. من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة النادي المحامي عادل جمجوم شكرا لعضو الشرف أحمد كعكي على دعمه لإتمام صفقة التعاقد مع المدرب، مؤكدا بأن هذه البادرة غير مستغربة منه بعد أن دعم ناديه في الفترة الماضية وفضل عدم ذكر اسمه. شوفوا يعني مثل ما قلت، هي أعضاء الشرف يكون عندهم رغبة في أنه يدفع المبلغ هذا، وكان بيجيب مدرب للاتحاد. طيب ابن حلال في عندنا هنا مشكلة، يقول كما يدخل يا أخي، أنا بجيب كذا أنا كعضو شرف، وهذه مين موجودة بس في نادي الاتحاد، في كل الأندية، وهذا حق مشروع لأعضاء شرف، مثل عضو شرف يكون مبسوط بأي لاعب أو يحب يتابع اللاعب الفلاني في نادي آخر، يقولك يا أخي إذا بتجيبون اللاعب هذا أنا أدفع لكم إلى 20-30 مليون، لا تنتظرون مني ريال في أي مكان ثاني، بتجيبون ذا اللاعب أنا بدعمها. هذا عندنا وضع أعضاء الشرف، ومن أبسط حقوق الاتحاديين التوقيع مع المدرب حتى لو كان عنده مشاكل مالية، هذا موضوع مختلف. نطلع الفاصل ونرجع مرة ثانية في برنامج الجولة. الجولة برعاية كلير شامبو، كلير شامبو نهاية القشرة. الجولة برعاية كلير شامبو، كلير شامبو نهاية القشرة. الجولة
أكدت إدارة نادي الاتحاد تمسكها ببقاء الثنائي فهد المولد وعبد الرحمن الغامدي مع الفريق الأول، وذلك من خلال خطاب رسمي بعثت لإدارة المنتخب الأولمبي التي تطلب انضمام الثنائي لمعسكر قطر استعدادا لكأس آسيا بعمان. وقال عمرو أنور مدرب الاتحاد أن الثنائي من العناصر الأساسية ويعتمد عليهم بشكل كبير في قيادة هجوم الفريق، كما أنهم مقيدين ضمن قائمة الفريق الأول وليس من حق المنتخب الأولمبي استدعائهم حاليا. بصراحة شف دائما نتكلم على موضوع تمثيل الوطن والأندية، بس أنا مع في نفس موقف مدرب الاتحاد، لأن اللي قاعد يصير في المنتخب الأولمبي ترقيع. يعني مدرب خالد القروني واللي صار في منتخب غرب آسيا ما في سياسة واضحة. يعني شلون تبون الأندية أو مدربي الأندية يحترمون المنتخبات السنية وغير السنية إذا أنت ما عندك استراتيجية واضحة؟ أنت قاعد تأثر على جدولة الأندية وعلى فرقها وتخسرهم لاعبيهم، وفي النهاية أنت تروح تظهر بشكل غير لائق وغير واضح والمستويات هزيلة وتأثر حتى على نفسيات اللاعبين. يعني بالعكس، يعني خلهم في أنديتهم أبرك، أو لين نشوف يعني من هو أقدر على شغل هذه المناصب. ناخذ اتصال. سعد زياد، تفضل يا زياد. ألو، أهلين، حياك الله يا زياد. الله يحييك. أولا بسم الله، السلام عليكم. عليكم السلام. بداية معلش أول ظهور لي ما قفل الإذاعات كلها، بس حبيت أول ظهور يكون لي معك أستاذ ثامر، يشرفنا. بخصوص المدح، أنا صراحة ودي أمدح، بس إذا كان مدحك من جميع ميول المشجعين في ذلك ما أحتاج مدح هنا، من ناحية حيادية، من ناحية قوة رأي ما شاء الله تبارك الله، يعني لك حيادية من ناحية الميول للأندية، يعني ما بالنسبة لأي واحد لو يسمعك ما يدري لأي نادي تنتمي. الحين كلامك هذا زياد، شوف أنا ما أعرفك، بس كلام بيقولك إنها مرتب مع المداخلة. والله ليك، أنا بالعكس أنا جيت مرتب والله من عوني، قال أنا تكسر مدح ولا تكسر مدري وين، حاول تخش في الموضوع على طول، حتى أنا كنت بتكلم من موضوع قال لي لا تتكلم. فأنا يعني ودي اللي أنا مدح أمدح، بس لذلك ما نقدر، لأن بخصوص كذا ما أسمع البرنامج جميع أي واحد من أي نادي قبل ما يتكلم بالنسبة لك مدح. الله يسلمك، بالعكس يا زياد. ما يحتاج إني أمدح، بخصوص أنت بنفسك، أنت اللي برضو نفسك على المستمعين صراحة. تسلم يا زياد، شهادة مع تسفية. بخصوص أرائك، يعني اللي صراحة أتوقع إني ما في أمل من ناحية ناس يقال كبار في الإعلام إنهم يطرحون كجراء طرحك، يعني كقضاء، يعني الوقت الحالي معروف وشي، بس يعني صراحة أشد أخذ زيدك وأشجعك صراحة بالنسبة للجراء اللي ما حد يقدر يوصل له. يعني تسلم يا زياد، بالعكس هذا 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 واجبنا في الإعلام، وإظهار الأشياء اللي يمكن ما هي واضحة للجميع، وهذا اللي احنا دائما نبحث عنه. هي واضحة، بس بعض الإعلاميين اللي هو يعني يشار لهم بأنهم كبار الإعلاميين ما أشوفهم طرحوا ربع اللي طرحته بالنسبة للجراء أو الحيادية في نفس الوقت. يعني تسلم يا زياد، هذا أول شيء حبيت نقول. ثاني شيء بس تكلم بالنسبة للخطاب الزوبعي على كلام رئيس الفيصلي اللي أنا ما أدري في أي من أي ناحية من زوبعي، بالنسبة إذا كان خطاب رسمي جاي من أي نادي، من نادي سواء من رئيس أو نائب رئيس، ما أدري شو الحكم اللي يقول إنه ليش كان من خطاب رسمي دام إنه جاء من نادي الهلال يعتبر رسمي. معليش أنا حط مع الرئيس ليش؟ عشان اللي يحط الخطابات وأنا اللي أرسل وأنا كل شيء، يعني لا بد يكون كل شيء من الرئيس. صحيح. أنا ما أدري بالنسبة لأي خصوص قال إنه زوبعي، إذا كان خطاب رسمي من نادي وموجه للنادي نفسه. الشيء الثاني اللي بغيت استفسر بالنسبة له، يعني أنا أشوف بالذات الموسم هذا بالنسبة للهلال بالذات، يعني أحس جميع الأندية ما أدري هل هو بخصوص إن الهلال مدرب الهلال هو سامي هل هو ولا هو عشان بالنسبة التنافس بين الهلال والنصر طلعت الصراحة أقول شيء غير طبيعي في لا لا كلها 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 زياد. شوف أنا بقول لك شيء، الآن الهلال والنصر أكيد طبعا نتكلم على قطباء العاصمة، صح ولا لا؟ أكيد لازم تلاقي فيهم تنافس شرس، وخاصة أنا أتكلم إذا كانت في مباريات بس على الدوري، صح ولا لا زياد؟ يعني مجرد أنه في مباراة ذهاب وإياب في الدوري تلاقي الهلال والنصر والنصر الهلال قابة بينهم، لكن فما بالك إذا كانوا الاثنين يتنافسون على الدوري ومدرب الهلال سامي الجابر، أكيد مشكلة. بس أنا المشكلة لو أن التنافس من الناديين هذا يكون عادي شيء طبيعي، بس أنه مرة يطلع لي رئيس الفيصلي، مرة يطلع لي رئيس العروب، مرة يطلع لي رئيس الشعلة، يعني بكلام صراحة غير منطقي. يعني توهمات زي رئيس العروبة تكلم على المدرب سامي، تكلم على الحظ الهلال، يعني
ما ادري ليش الكلام تو يطلع من انديه يعني لا هي منافسه على الدوري ولا الهلال منافس لها، الهلال منافس لانديه ثانيه. الله يعينكم جمهور الهلال، يعطيك العافيه. انا استفساري الوحيد بس أتفضل. ليش انها تو تطلع في الوقت هذا اللي انت نامس في الهلال والنصر؟ الشيء الثاني اللي استفسر عنه، انا صراحه استفسر عن تجاوزات مطرف القحطاني صراحه بتويتر بالنسبه على جمهور الهلال بخصوصيه، لو مطرف القحطاني هذا يعني بدل ما هو انتماءات النادي النصر، هل لو انه انتماءات النادي الهلال وبدل الطرح في التويتر اللي صراحه طرح يعني للاسف اذا كان هذا حكم يعني في الدوري السعودي اول ويطرح هذا الطرح وذا السب والشتم في لاعبين الهلال وفي الرئاسه وفي الاستهزاء في الجمهور، اقول لو هذا الحكم كان هلالي اول او الان يعني انه ينتمي للهلال، هل نفس الاعلام بنلاقيه بالنسبه للمطرف هذا؟ يعني لا انتقاد بتكون نفس رده الفعل تقصد؟ كيف؟ اقول تقصد انه يعني راح يكون رده فعل مختلفه، مختلفه غير طبيعيه اذا كان خطا، بس النادي الهلال شوف كيف يصير عدل ما يكون حكم سابق ويتكلم بال معلش. طيب يعطيك العافية، شكرا لك، شكرا لك. عد بالنسبة للاتهامات اللي تطلع أو أنه وجهة نظر المستمعين فيما يخص مطرف القحطاني، دائما ما أحب أنه نقول أسماء كثير خاصة من قبل المستمعين، بس المجال مفتوح يعني مطرف القحطاني أو غيره اللي سمع شيء وحب أنه يكون موجود أو أنه يرد، بالعكس برنامج الجولة للجميع. في معنى مداخلة ثانية؟ طيب نسى من معنا عادل، تفضل يا عادل. هلا سامر، حياك الله يا عادل. هلا شلونك؟ طيب بخير الله يبارك فيك. انا مداخلتي يا سامر قد تكون في نفس الموضوع او تكون يعني في جزء من الموضوع، يعني مو في نفس الموضوع بس يعني قريب من الموضوع هذا. انا كلامي طول العمر عن اسمح لي في العبارة هذه، الاعلام الرياضي المتعصب. احنا الان طول عمر متابع رياضي. أقسم بالله أنا ما كرهت الإعلام الرياضي زي ما كرهته بالإعلام الرياضي السنة هذه. ليش؟ في تعصب يا ثامر، في احتقان محتقنين كلهم خلاص ما عاد. إيه؟ هذا يا طويل العمر. أنا طبعا أتكلم كهلالي، أنا رجل محايد. النصر أدى السنة هذه كويس متصدر، الهلال وصيف، ليه هم ما يناظرون إلا الهلال؟ يعني كل ما تكلموا قالوا الهلال، يعني في الدوام عندي الهلال، في أي مكان أطلع يقول لك الهلال. يا أخي فريق مالك الإعلام الأصفر اللي هو الإعلام النصراوي ده، خلي النصراوي عشان ما يكون في تصغير وتقول ألوان وأصفر ويزعلون علينا. لا الأصفر معروف النصر. لا بقى في الأصفر للنصر، في الأصفر للاتحاد، خلى النصر الإعلام النصراوي سميها بمسمياته. الإعلام النصراوي ثامر والله العظيم ما فيه يعني قلة اللي يتكلم بواقعية، كل أغلبيتها إسقاطات على الهلال. أمس في أحد البرامج الرياضية الإعلامي المستضيف والضيف بدون تحديد أسماء، بدون تحديد أسماء راح والله العظيم قاعد يسقط على سامي الجابر إسقاطات. يا أخي يا ليت سامي ما دخل التدريب علشان نريح، أقسم بالله يقولك يا رحنا الرياضة بسبب الإعلام النصر. يعني معليش خليك في فريقك، ناقش الأخطاء اللي عندك، ناقص عنده مثلا عندك المشاكل. يعني مو فريقك معلش برشلونة ولا ريال مدريد، فريقك من عام 1415 ما حقق بطولة. لا بس شوف انا بقول لك شيء، الان بالنسبه لنادي النصر تتكلم على بعض الاعلاميين او جزء منهم، اكيد انه في بعض الاعلاميين النصراويين او الغالبيه منهم عقلاء وعارفين، بالعكس يعني يشتغلون على نجاح فريقهم، يعني ما لهم دخل في الانديه الثانيه. في جزء يمكن جزء ثاني او خلينا نقول قله، يعني ما راح نقول الاغلبيه. والله يا ثامر انا اتابع في تويتر كل ما يكتب الاعلام الاصفر، اقسم بالله العظيم في ناس اقول لك نايمين لهم 16 سنه 18 سنه ما يدرون عن الكوره، يوم درون النصر متصدر قالوا احنا نصراويين. وفي ناس يا طويل العمر ما يعرف الكتابه اساسا في الكتابه في تويتر، واذا طلع في الاعلام قال انا الرجل المثالي وبدون ما نقول اسامي، في ناس معروفه. طيب. بس اللي يعني اللي ضيق الصدر انه يعني معليش يعني كل الحرب يفك في سامي والاساءات اللي جت سامي والتصاريح اللي جت سامي. يا اخي مدرب الاهلي انتقد أرضية الملعب في ملعب العروبة، صح ولا لا؟ صحيح. أحد قال له شيء؟ هذا رئيس العروبة قال له شيء؟ قال إنه مهندس زراعي. يا أخي بالأمانة يعني هذا ابن الوطن، إذا ما وقفنا معه من يوقف معه؟ بس يناظرون وش يقول سامي وش لبس سامي، ليش سامي طلع، ليش لبس نظارات، ليش مويتا كذا. يا أخي ما عليك من سامي، يا أخي عمله هل هو سيء؟ ما يلقون شيء، ما يلقون شيء عن سامي، ما يلقون عن الهلال سامي. الهلال سامي هذا اللي موجود في الإعلام النصراوي.
هذا اللي موجود حاليا. طيب. وانا اقول لك تابع الاعلام اليوم وتابع بكره الى مباراه الهلال والاتحاد كله كلام عن سامي، يعني ما في اي شيء ثاني لهم الا سامي. طيب يعطيك العافيه عادل. الله يعطيك العافيه. شكرا لك. ارجع اقول هذه وجهات نظر متصلين، يعني الموضوع كل الاحترام اكيد للاعلام النصراوي، اكيد مثل ما قلنا ممكن يكون في قله يكون متعصب مثل ما هو موجود في كل اي اعلام مثلا منتمي لاي نادي، وانتم عارفين يعني الصحافه عندنا الصحافه الرياضيه تلاقيهم ينتمون للاعلام، هذا نصراوي هذا هلالي هذا اتحادي هذا اهلاوي، فموجوده يعني في منهم كذا، يعني لا نعمم سياسه التعميم هذه انا ضدها اكيد، مثل ما في إعلاميين متعصبين لأنديتهم سواء النصر أو غيره أكيد أنه في إعلاميين عقلاء. ناخذ اتصال ولا نطلع الفاصل؟ خلينا نطلع الفاصل. الجولة برعاية كلير شامبو، كلير شامبو نهاية القشرة. الجولة برعاية كلير شامبو، كلير شامبو نهاية القشرة. الجولة أكد مدير مكتب رعاية الشباب في جدة أحمد روزي أن باب الترشح لرئاسة نادي الاتحاد مفتوح حتى الساعة 9 من مساء يوم غد الاثنين، ولم يتقدم حتى يوم أمس أي أحد لرئاسة النادي، مشيرا إلى أن مسألة تمديد فترة الترشح لرئاسة نادي الاتحاد تعود لوكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة وهو من يحق له اتخاذ مثل هذه القرارات، وبالنسبة لمكتب رعاية الشباب في جدة يعتبر جهة مشرفة فقط. ورفض روزي الحديث عن أي أمور تتعلق بلجنة دراسات أو دراسة أوضاع نادي الاتحاد لحين انتهاء أعمال اللجنة، مكتفيا بأن اللجنة تعمل لأكثر من 12 ساعة يوميا، مشددا في ختام تصريحه على أن اللجنة حريصة على إنهاء أعمالها في أقرب وقت ممكن. آخر أخبارنا في برنامج الجولة، ناشد المشرف على فريق كرة القدم بنادي الرائد عبد الله السبيعي سمو الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب الوقوف مع نادي الرائد في المرحلة الحرجة التي يمر بها النادي، وقال نعمل من رئيس العام رعاية الشباب بأن تقف إلى جانب فريق الرائد مثلما تم الوقوف مع أندية الاتحاد والنصر وجدوى المستحقات التي عليهم ليتمكنوا من تسيير اللاعبين في القضايا التي على الرائد أكثر من القضايا التي على النصر، حيث أننا الوصيف في عدد القضايا للأسف بعد نادي الاتحاد بعدد 21 قضية. وقال كلنا أمل في الله عز وجل ومن ثم في سمو الأمير نواف بن فيصل أن يساعدنا من أجل أن يكون فريق مستمرا في حضوره القوي خلال الفترة المقبلة، ولا سيما أن لدينا مشاركات خارجية هامة في بطولة الخليج. هذا كان آخر أخبارنا، شكرا لاستماعكم برنامج الجولة، إن شاء الله نكون معكم.